طلابنا السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لموضوع الساتوريشن عندنا السؤال الأول بالشيت، غاز مشبع مع بخار الماء في تانك، حجم التانك هو 1 لتر، عند درجة حرارة 17 درجة مئوية وضغط 106.2 كيلو باسكال. عندنا مطلبين بالسؤال، هو نعطي ساتوريشن برجر للماء اللي هو عند درجة حرارة 17.5 يساوي 2 كيلو باسكال. المطلوب شنو؟ إيجاد حجم الغاز دراي غاز، الحجم الغاز الجاف عند درجة حرارة 0 درجة وضغط 1 اتموسفير. هنا من يقول دراي غاز يعني المطلوب حساب حجم الغاز دون بخار الماء. فحتى أطلع حجم الغاز احنا بالحقيقة بالتانك، إذا نرجع إلى دالتونز لو، بالحقيقة احنا بالتانك ايش عندنا؟ عندنا تو كومبوننتس اللي هو الغاز والووتر فيبر. بالنسبة للفوليوم اللي هو الفوليوم 1 لتر، دالتونز لو يقول بأنه بالغازيوز ميكستشرز الحجم الكلي هو يساوي الحجم لكل مكون من مكونات الميكستشر. يعني هسه احنا عندنا حجم الدراي غاز يساوي حجم الووتر فيبر ويساوي 1 لتر. اذا احنا عندنا حجم الغاز عند الظروف الموجوده اللي هي 17.5 درجه مئويه و106.2 كيلو باسكال. فالمطلوب ايجاد الحجم عند درجه حراره صفر وضغط 1 اتموسفير. فحتى اجد الحجم الجديد لازم نطبق العلاقه اللي هي P1 V1 على T1 تساوي P2 V2 على T2. فايش راح يصير عندنا؟ ال V1 هو الواحد لتر، هذا بالنسبه للغاز بمفرده. فراح يكون عندي ال V1 هو 1 لتر وال T1 هو 17.5. ال P1 ايش قد راح اعوض؟ ما اقدر اعوض ال 106.2 كيلو باسكال، لان هذا هو الضغط الكلي. هذا الضغط الكلي حسب دالتونز لو هو ضغط الغاز زائد ضغط الووتر فيبر. فهنا اجي اطبق دالتونز لو، اقول البي توتال يساوي البي للغاز زائد البي للH2O. البي توتال معطى هو 106.2، وضغط الماء هنا يعتبر هو نفس الساتوريشن برجر اللي هو 2 كيلو باسكال، فراح يطلع عندي ضغط الغاز اعوضه هنا. بالظروف الجديده راح يكون عندي درجه الحراره صفر طبعا بالكلفن اعوضها، والضغط الجديد هو 1 اتموسفير، اطلع الفوليوم الجديد. بالنسبه للووتر فيبر المطلوب ايجاد وزن الووتر فيبر بالغرام. فالووتر فيبر نفس الحاله، راح اجي اطبق القانون العام للغازات بي في تساوي ان ار تي، ومن عدد المولات الان اقدر اطلع وزن الماء. فشنو اللي احتاجه؟ الحجم والضغط. الحجم هو 1 لتر بالنسبه للووتر فيبر، والتمبرتشر هي 17.5 سنتيغريد. فالضغط هنا للماء شو اعوضه؟ اعوضه نفسه هو الساتوريشن برجر للماء اللي هو 2 كيلو باسكال. فمن عنده اطلع عدد المولات للماء. بالنسبه للسؤال الثاني، عندنا دراير، هنا عندنا هذا دراير ويدخل به دراي اير تحت ضغط 1 اتموسفير ودرجه حراره 32 فهرنهايت، والفوليومتريك فلو ريت بالنسبه للدراي اير هو 5000 قدم مكعب لكل دقيقه. هنا من يدخل بالدراير اكو ماده عندي تتجفف، وكانما عندي ماء هنا لدي يدخل ستريم ودا يطلع عندي ساتوريتد اير، يعني هواء مشبع ببخار الماء. عنده الظروف المعطاه اللي هي الهواء الخارج اللي هو 150 ديجري فهرنهايت و2 اتموسفير. المطلوب شنو؟ حساب كميه الماء التي يتم سحبها خلال عمليه التجفيف. فهنا حتى احسب كميه الماء المسحوبه، اول شيء لازم اسوي موازنه. من الموازنه اطلع الهواء الخارج، وبعدين طبعا الهواء اللي هو المشبع ببخار الماء، ومن عنده اقدر اطلع كميه بخار الماء، فاقول الماء اللي خرج بالستريم هو نفسه اللي داخل. فاجيب التسلسل، اول شيء لازم اسوي موازنه ماده، اقول عدد مولات الماده الداخليه اللي هي الفيد، طبعا هذا اوفرول ماتيريال بالانس، زائد ان الووتر الداخل راح يساوي الستريم الطالع اللي هو دي ساتوريتد اير. فنقول الاف زائد ان الدبليو يساوي الدي. زين الدبليو احنا نريد نحسبه والدي احنا نريد نحسبه من المعادله، فالاف راح يكون عندنا ممكن ان نحسبه من المعادله العامه للغازات اللي هي بي في تساوي ان ار تي. بما انه عندي البريشر 1 اتموسفير والتمبرتشر هي 32 فهرنهايت،
فش احتاج الفي هو 5000 قدم مكعب بالدقيقه، فحتى احسب الحجم اثبته بالمعادله اخذ بيسز 1 مينت، لانه انا عندي بالدقيقه الوحده يدخل 5000 قدم مكعب. فاول شيء اقول بيسز 1 مينت اوف تايم، فمن اجي اطبق بي في تساوي ان ار تي الفوليوم اخذه 5000، فراح يصير عندي الفوليوم معلوم، بريشر معلوم، تمبرتشر معلومه، احسب عدد المولات المن للهواء اللي هو الدراي اير الداخل، فهنا انا اف راح يكون عندي معلوم اللي هو 6333 جرام مول، زائدا الدبليو الووتر الداخل راح يساوي 6 الطالع اللي هو الدي. هاي معادله رقم واحد. احتاج معادله ثانيه حتى احلها انيا مع المعادله رقم واحد، لان هنا عند الدبليو والدي اثنيناتهم مجهوله. فاسوي اير ماتيريال بالانس، يعني موازنه اعتمادا على الهواء. فاقول الهواء الداخل، هذا الهواء الداخل بالستريم الان بالاف ايش راح يساوي؟ يساوي الهواء الخارج بالستريم الطالع اللي هو دي. طبعا هنا الووتر ما بي هواء، فهنا راح يصير فقط الدي. اذا الاف راح يساوي المول فراكشن للهواء الخارج اللي هو الواي للاير مضروب في الدي، عدد مولات الستريم الخارج. فالاف معلوم من المعادله مال بي في ان ار تي، فراح يبقى عندي الواي اللي هو المول فراكشن للاير مضروب في الدي. المول فراكشن اقدر احصله بسهوله، بما انه الضغط الكلي معطى للسترين الخارج اللي هو 2 اتموسفير، فايش احتاج؟ احتاج البارشال بريشر للاير واقسمه على التوتال بريشر. زين البارشال بريشر للاير ايش راح يساوي؟ هو ما معطى بالسؤال، بس ايش ناطيني؟ ناطيني التوتال بريشر الطالع وناطيني الساتوريشن بريشر للماء. فانقص اقول الضغط البارشال بريشر اوف اير ايش راح يساوي؟ بي توتال ناقصا الساتوريشن بريشر للماء، هذا راح يصير البريشر للاير او اير بريشر مقسوما على البي توتال. هذا كله يعطيني المول فراكشن المن للاير مضروب في الدي. فمن هاي المعادله رقم 2 راح اطلع قيمه الدي اللي هو عدد مولات الستريم الطالع. هاي عدد المولات الستريم الطالع، هسه عندي طريقتين للحل، يا اما ارجع الدي بالمعادله رقم 1 اطلع من عند الدبليو، ويا اما اكو عندي طريقه ثانيه اللي هي اسوي ماتيريال بالانس للماء، اقول الماء الداخل للدراير هو فقط السترين الدبليو. ايش راح يساوي؟ راح يساوي الماء الخارج اللي هو جزء من السترين دي، اللي هو راح يصير المول فراكشن مال الماء في عدد مولات الدي. فايش راح نقول؟ نقول الدبليو تساوي المول فراكشن اللي هو الواي للاش 2 او مضروب في الدي، عدد مولات الدي. الدي طلعناه من المعادله رقم 2. ونجي على المول فراكشن، راح يكون البارشال بريشر للمي اللي هو ساتوريشن بريشر مقسوما على البي توتال اللي هو 2 اتموسفير، فيطلع عندي قيمه الدبليو. الدبليو هاي شو تمثل لي؟ كميه الماء الداخل خلال دقيقه واحده. ليش؟ لانه احنا بالبيسز قلنا احنا نفرض انه عندنا 1 مينت اوف تايم. زين اذا حتى ارجعها بير اور، لانه هو بالسؤال يريد كميه الهواء الماء المسحوبه بالساعه الواحده بير اور، فاضربها في 60. بعد ان اضربها في 60 هو رايدها بالباون مول، احول تحويل من الجرام مول الى الباون مول، فتطلع عندي القيمه النهائيه للماء الداخل او الماء المسحوب بعمليه الدراينج خلال ساعه واحده. بالنسبه للسؤال الثالث، عندنا خزان يحتوي على الماء، راح يدخل عندي هواء جاف الى الخزان الى ان تحدث عندي حاله الاكوليبريم او الساتوريشن، يعني راح يصير عندي ساتوريشن داخل الخزان. فعندي ظروف الهواء الداخل موجوده اللي هي ضغط 140 كيلو باسكال، وعندي تمبرتشر 50 ديجري سنتيغريد، وعندي درجه حراره الماء هي نفسها اللي هي 50 درجه مئويه. فيقول راح يوصل السيستم الى حاله اكوليبريم، او نفس المعنى اكوليبريم او ساتوريشن نفس المعنى. ف هنا اكو نقطة جدا مهمة، يقول لي while the volume remain constant، هاي اكو نقطة مهمة. إذا قال لي الفوليوم كونستانت شنو معناته؟ معناته الضغط راح يزداد. شنو معناته يزداد؟ يعني إذا هو الاير دا يدخل عندي تحت الضغط 140 كيلو باسكال، راح يدخل داخل الخزان، حجم الخزان ثابت، فراح يرتفع الضغط داخل الخزان، راح يصير ضغط بخار الماء زائدا ضغط الهواء المشبع. فهنا هو بالسؤال ناطيني الساتوريشن بريشر للماء قيمته 12.2 كيلو باسكال. فايش راح اقول؟ اقول الضغط الكلي الجديد راح يساوي ضغط
الهواء الداخل بي اير زائد ضغط الماء المشبع اللي هو بي ساتوريشن اتش 2 او، فراح يطلع عندي ضغط الجليد هو 152 كيلو باسكال. المطلوب الفرع الاول المول فراكشن للووتر فيبر اند فيبر فيس، هنا راح يصير عندي يتحول النظام الى فيبر فيس او غازيوس فيس اللي هو مكون من الهواء والماء، فراح يصير عندي المول فراكشن هو عدد مولات الماء على عدد المولات الكليه، او بتعبير اخر بما انه النظام هو غازي فممكن ان نقول الضغط المشبع للماء البي ساتوريشن اوف ووتر مقسوما على البي توتال، فاطلع المول فراكشن. المطلب الثاني يريد المولر ريشيو، شنو الفرق بين المولر ريشيو والمول فراكشن؟ المولر ريشيو هي عدد مولات كومبوننت على كومبوننت ثاني، اللي هو رايده هو حاليا بالنسبه للماء الى الهواء، يعني عدد مولات الماء الى عدد مولات الهواء، او بالنظام الغازيوس ميكستشر راح يكون هو بارشل بريشر للماء البارشل بريشر للاير، فبما انه عندنا البارشل بريشر للماء هو نفس الساتوريشن بريشر، والبارشل بريشر للاير هو راح يبقى 140 لانه الحجم ثابت، فيطلع عندي المولر ريشيو. الفرع الثالث يريد من عندي توتال بريشر اوف اير اوتليت، زين اذا هنا الهواء يخرج من التانك ايش قد راح يكون الضغط الكلي؟ هو نفسه الضغط اللي قلنا هو حاصل جمع ضغط الهواء زائد الضغط المشبع لبخار الماء اللي هو ذكرناه بالخطوه الاولى بالسؤال. والفرع الاخير رايد الماس ريشيو، يعني النسبه الوزنيه للماء مقسوما على الهواء. طبعا احنا عندنا النسبه الموليه هي اللي موجوده اللي هو عدد مولات الاتش 2 او على عدد مولات الهواء، اضربها في الوزن الجزيئي للماء على الوزن الجزيئي للهواء حتى يكون عندي وزن على وزن. فهنا عندي الوزن الجزيئي على الوزن الجزيئي اكتبه كما هو، واستعيض عن عدد المولات على عدد المولات بدلاله الضغوط، راح يكون الضغط الاشباع للماء مقسوم على ضغط الهواء، فيطلع عندي النسبه الوزنيه للميكستشر.